السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أبنائي طلبة وطلبات الصف الرابع الابتدائي مع درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. والنهاردة إن شاء الله هنبدأ معاكم في شرح يونت 11 الوحدة 11 وعنوانها What can we do؟ What can we do؟ ماذا نستطيع أن نفعل؟ وتعالوا نبدأ مع بعض lesson 1 الدرس الأول، والدرس الأول بيتكلم عن transportation اللي هي وسائل المواصلات transportation. وتعالوا نبدأ نتعرف على وسائل المواصلات مع بعض، وأول كلمة معانا باص. باص يعني أتوبيس، حافلة. ستيشن، ستيشن، ستيشن يعني محطة. ترين، ترين، ترين يعني قطار. شاب، شاب، شاب يعني سفينة. بوت، بوت، بوت يعني قارب أو مركب. بلين، بلين يعني طائرة. كار، كار يعني سيارة. ايربورت، ايربورت يعني مطار. ريل، ريل يعني سكة حديد. اون فوت يعني سيرا على الأقدام. يبقى دي means of transportation، وسائل المواصلات. تعالوا مع بعض مرة تانية، يلا. باص، ستيشن، ترين، شاب، بوت، بلين، كار، ايربورت، ريل، اون فوت. تعالوا دلوقتي نشوف الاكسترا فوكابلري او الكلمات الاضافيه. رود، اول كلمه معانا رود يعني طريق. فيكل، فيكل يعني مركبه او عربه. انترفيو، انترفيو يعني مقابله شخصيه خدناها قبل كده. ترانسبورتيشن اللي هي وسائل المواصلات اللي احنا اخدناها فوق دي. اندر، اندر يعني تحت. اير، اير يعني هواء. سيتي، سيتي مدينة، بس دايما مدينة كبيرة طبعا. وودر اللي هي المياه. يمكن ما عندناش نص في الدرس ده، بس في سطر صغنون تحت هنا نقراه مع بعض. بيقول لي ذا غان ان استراليا، في قطر في استراليا اسمه الغان. از ذا لونجست باسنجر ترين ان ذا وورلد. از ذا لونجست يعني الاطول، ذا لونجست باسنجر ترين يبقى القطار، قطار الركاب الاطول في العالم. It's about 774 meters long. It's about 774 meters long يعني طوله حوالي 774 متر. The train has up to 44 passenger carriages يعني القطر ده العربات بتاعته بتصل ل 44 عربة ركاب. يبقى ده نص صغنون كده بيقول لي the van in Australia is the longest passenger train in the world. It is about 774 meters long. The train has up to 44 passenger carriages. يبقى ده ايه النص الصغير. تعالوا نستكمل مع بعض. Conjugation of verbs، تصريفات الأفعال. طبعا travel فعل عادي، travel، move يتحرك، moved. الأفعال الشاذة come والماضي منه came خدناه كتير، ride والماضي منه rode. يبقى دي كانت conjugation of verbs. Important expressions and the preposition طبعا on the water يعني على عبر المياه، move on يتحرك على، on the road يعني على الطريق، by car يبقى بالسيارة، go through the air يبقى يذهب عن طريق الجو، under the vehicle يبقى تحت المركبة. في exercise سهل وبسيط كده ايه نحله لوحدنا. بعد كده برضو اكسرسايز سهل وبسيط هنا بيقول لي جاب لي صوره المينز اوف ترانسبورت وسيله المواصلات دي، واللي نكتبها هنا برضو اكسرسايز سهل وبسيط. talking about your favorite transportation، هنا الولد بيسال البنت بيقول لها which is your favorite transportation، يا ترى ايه وسيله النقل المفضله عندك؟ قالت له my favorite transportation is a ship، I love traveling on water، يعني انا احب السفر او الانتقال يعني عبر المياه. هنا بقى language، الحتة الخاصة بالجرامر أو النوتس مهمة جدا، اللي هي preposition for transportation. يبقى ملحوظة مهمة جدا اللي هي preposition for transportation. حروف الجر الخاصة بوسائل المواصلات، أول معلومة عايزين نعرفها إن كل وسائل المواصلات تاخد حرف الجر باي. يعني أقول I go to school by car، by bus، by plane. هنا الولد بيقول we travel by car، هنا البنت بتقول I love traveling by plane. كل وسائل المواصلات تاخد حرف الجر by ما عدا on foot، بتاخد on foot. طيب بالنسبة لباقي وسائل المواصلات،
هي هتاخد باي، شرط انه ما يجيش قبلها اداه تعريف او تنكير. لو ما لقيتش قبل وسيله المواصلات او ان او ذا او ما، يبقى هستخدم باي، باي كار، باي باص، باي ترين. انما لو لقيت اي واحده من ادوات التعريف او التنكير دي يا اولاد، ان ذا ماي، يبقى هنا مش هينفع باي، هستخدم ان واون. هستخدم ان واون مع وسيله المواصلات. يعني بيقول لي هنا لاحظ استخدم حرف الجر ان قبل وسائل المواصلات زي كار وتاكسي، وكمان حرف الجر اون مع وسائل المواصلات زي فوت وزي باص وبلين وترين. طب نفرق بينهم ازاي؟ وسائل المواصلات اللي ينفع اقف جواها زي باص وزي بلين وزي ترين هستخدم معاها اون، يعني اون اي لاف ترافلنج اون ذا ترين. انما لو كار وتاكسي يبقى هستخدم معاها ان، ان ذا كار، ان ذا تاكسي. وسائل المواصلات الصغنونه زي كار وتاكسي اللي ما ينفعش اقف جواها هنستخدم معاها ان. انما وسائل المواصلات الكبيره زي باص وبلين وترين اللي ينفع اقف جواها واتحرك هنستخدم معاها اون. وطبعا عندنا قاعده ثابته بتقول لي اون فوت، دي ايه ثابته معانا. بعد كده بيقول لي وير مينز اوف ترانسبورتيشن موف، هنا بيقول لي اون ذا ووتر على المياه، اون ذا رود على الطريق، اون ذا ريل يعني على السكه الحديد. يبقى دي ملاحظه مهمه جدا، ملخصها ايه؟ جميع وسائل المواصلات تاخد حرف الجر باي، بس لو جاء قبلها او ان او ذا او ماي يبقى هنا هتاخد ان واون. ان مع وسائل المواصلات الصغنونه زي كار وتاكسي، انما اون مع وسائل المواصلات الكبيره زي باص وبلين وترين. يبقى ده ملخص اللانجويج نوت. طيب تعالوا بعد كده في اكسرسايز سهل وبسيط على الحاجات اللي احنا قلناها دي. بيقول لي نمبر 1 زي ترافل، they often travel، هنقول ايه بقى؟ زي ما اتفقنا ما عنديش ولا ان ولا ذا، يبقى مضطر ان انا استخدم باي. باي باي كار، بالسيارة. يبقى نيجي هنا على باي ونعمل عليها دايرة، باي كار يعني بالسيارة. هي جوز تو هيز اوفيس فوت، طبعا ثابتة عندي فوت بتاخد اون، في كل الحالات بتاخد اون. اون فوت يعني سيرا على الأقدام. نمبر 3 سام بيبول جو تو ورك، هنا باص على طول، طبعا مفيش أي أداة تعريف ولا تنكير، يبقى هستخدم باي، باي باص بالأتوبيس. هنا ماي سيستر لافز ترافلنج، هنا عندي ذا اداه التعريف ذا. طبعا ترين قلنا من وسائل المواصلات تاخد ان ولا اون، من الكبيره اللي تاخد ان، سوري الكبيره اللي تاخد اون. اون يعني على سطح القطار، يعني ده قصدهم ان دي وسائل المواصلات ينفع اقف جواها، يبقى هستخدم اون. نمبر 5 زي بريفير تو جو تو سكول، هنا بايك ما عندهاش اي اداه تعريف ولا تنكير، يبقى هستخدم باي، باي بايك. في الاخير هنا بيقول لي هي لايكس تو ترافل نقط اشب، عندي يبقى هنا مضطر استخدم يا اما ان يا اما اون. طبعا شيب قلنا هينفع اقف على ظهرها، يبقى استخدم اون، اون زي ترين وزي باص. يبقى ده كان اكسرسايز بسيط وسهل. وكمان عندي زيه هنا تاني تحت بيقول لي باي ولا اون، طبعا بسيط خلاص نحله لوحدنا. يبقى ده كان ملخص الحاجات المهمه في ليسن 1 الدرس الاول. تعالوا دلوقتي ننتقل للسن 2 الدرس الثاني، رود سيفتي اللي هو الامان على الطرق. يعني الكي فوكابلري اول كلمه معناها هيلمت، هيلمت يعني خوذه، سيت بيلت حزام امان، رود رود يعني طريق، جرين لايت اللي هي اشاره المرور الخضراء. يبقى مره ثانيه كلمات مع بعض، يلا هيلمت، سيت بيلت، رود، جرين لايت، رايت، نيسيسري، ليفت، safely، sign، safety، danger، ride a bike. طبعا الكلمات اللي فوق قلنا helmet، helmet اللي هي الخوذه، بعد كده seat belt اللي هو حزام الامان، road يعني طريق، green light اللي هي اشاره المرور الخضراء. الاكسترا فوكابلري right، right يعني يمين، necessary يعني ضروري، left يبقى يسار، safely يعني بسلامه او بامان، sign يعني لافته، safety الامان ده اسم noun، انما safely بسلامه ده adverb او ظرف يعني، danger يعني خطر، وride a bike يعني يركب دراجه او يقود الدراجه. تعالوا نشوف conjugation of verbs. واول فعل معانا turn، turn يحول او يحود يعني، turned، show، showed، wait، waited، cross، crossed، bark، barked، need، needed. ال irregular verbs swim، swam، ride، rode. بعد كده الامبورتنت اكسبريشنز اند بريبوسيشن، طبعا ويت فور ينتظر لاجل، جو ستريت يعني يذهب في خط مستقيم. بعد كده بيكلمنا عن رود سيفتي اللي هو الامان على الطرق.
Number one بيقول لي you need a helmet on your back. You need a helmet on your back. يعني أنت محتاج للخوذة عند ركوب دراجتك. You need a helmet on your back. Number two, you need a seat belt in your car. You need a seat belt in your car. يبقى أنت محتاج لارتداء الحزام الأمان في سيارتك. You need a seat belt in your car. Number three بيقول لي you need a green light to cross the road. You need a green light to cross the road. أنت محتاج إنه تبقى الإشارة الضوئية خضراء عشان تعبر الطريق. Number four بيقول لي you need to lock left and right. You need to lock left and right. يبقى أنت محتاج إن أنت تنظر لليمين ولليسار أكيد طبعا قبل ما تعبر أو قبل ما تعدي الطريق أو الشارع. الجزء الخاص باللانجوج أو اللغة بيقول لي need الverb need يعني يحتاج أو need to يحتاج إلى. بيقول لي بنستخدمه لما يكون في حاجة ضرورية أو مهمة. We use need when something is important or necessary. لو حاجة مهمة أو ضرورية بنستخدم معها need. يعني هيجي subject الفعل وبعد كده need وبعد كده الاسم. أو subject need to وبعد كده الانفينيتيف أو المصدر. مثال أهو we need safe roads. إحنا محتاجين طرق آمنة. هنا ما جاش to يبقى يجي noun أو اسم. Safe roads على بعضها يبقى طرق آمنة. إنما لو عايز استخدم to يبقى هقول you need to. هيجي هنا verb. Look left and right. والverb ده infinitive يعني مصدر. وجاب لي بعض التمارين على الجزئية دي بيقول لي you need to مش هيجي وراها boat. لا لازم يجي مصدر boy. وكذلك needs to يبقى هيجي مصدر اللي هو go. بعد كده بيقول لي we need for. لا we need to. احنا اتفقنا ان هيجي وراها to. We need to get some information. You need to يبقى lock infinitive او مصدر ما تجيش locking بالing. بعد كده عندنا road signs اللي هي لافتات الطريق. بيقول لي يعني لو شفت العلامة دي اعرف معناها. طبعا الجزئية دي يعني صعب تجيلنا في سؤال ولكن نعرفها كمعلومات لينا احنا وبعد كده ممكن تجيلي في rearrange او ترتيب الجمل. Number one بيقول لي there are sometimes camels on the road. There are sometimes camels on the road. يبقى في بعض الاوقات بيجي بيكون في جمال على الطرق. يبقى خلي بالك بقى لو لقيت العلامة دي يبقى تعرف ان انت ممكن تقابل في طريقك بعض الجمال. There are sometimes camels on the road. Number two لو لقيت العلامة دي واحد بيعوم كده وعليه خط احمر يبقى you can't swim here. You can't swim here يبقى لا يمكنك السباحة هنا. بعد كده لو لقيت traffic lights اشارة مرور وجنب منها جنب الاخضر هنا سه يبقى بيقول لي you can go straight and turn right. يبقى تذهب للامام وبعد كده ايه تحود يمين. لو لقيت الإشارة الراجل ماشي بس باللون الأحمر يبقى stop here and wait for a green light. توقف وانتظر الضوء الأخضر. Stop here and wait for a green light. Number five بيقولي you can't ride your bike here. لو لقيت علامة الدراجة عليها خط أحمر كده يبقى you can't ride your bike here. ونمبر 6 بيقولي you can't park here. يبقى لا يمكنك الركن هنا على علامة السيارة وعليها خط باللون الأحمر. يبقى ده بالنسبة للجزء الخاص بالإشارات المرورية. تعالوا نستكمل الجزء الثاني من lesson 2 اللي هو connected with math مرتبط بمادة الحساب. تعالوا نبدأ بالvocabulary. بيقول لي shape أول كلمة معناها shape يعني شكل. symmetrical اللي هو متماثل هنعرف دلوقتي يعني ايه التماثل. picture يعني صورة. line يبقى خط. side يعني جانب. middle الوسط او المنتصف. divide يعني يقسم. halves خدنا half قبل كده يعني نص. الجمع بتاعها انصص بقى انصاف نقلب الاف اللي فيه ونضيف اي اس يبقى halves. والال هنا silent لا تنطق. identical يعني متطابق. with the same يعني نفس الشيء. بيقول لي look read and learn what is symmetry. بيقول لي something is symmetrical when it is the same on both sides. بيقول لي الشيء المتماثل عندما يكون متماثل يعني هو نفسه على كلا الجانبين. يبقى القلب ده لو جيت عملت خط في النص كده بالظبط يبقى انا كده قسمته لنصين ده اسمه symmetry اللي هو التماثل. اي شكل هنا بقسمه لنصين بيبقى في خط في النص خط المنتصف ده a line of symmetry. بيقول لي what is a line of symmetry. ايه هو خط التماثل ده. It is the line in the middle of the shape. It divides it into two identical halves. بيقول لي ده عبارة عن خط الموجود في منتصف الشكل واللي بيقسمه للنصين متطابقين. يعني كل الأشكال اللي عندي دي اهي الخط اللي في النص ده بيقسمها
لنصفين متساويين. هنا برضو بيقول لي look read and identify there are different lines of symmetry, في أنواع مختلفة من خطوط التماثل ده. There are vertical lines of symmetry, في خطوط تماثل أفقية, سوري عمودية, ده العمودي اللي هو الواقف كده يعني عمودي. وthere are horizontal lines of symmetry, يبقى في خطوط أفقية للتماثل أو أفقي كده بالعرض يعني. وجاب لي مجموعة من الأشكال وبيقول لي draw a line through each object to show its symmetry, عايز نرسم خط التماثل بتاع الأشكال اللي عندي دي. exercise بسيط وسهل. ودي كده نهاية lesson 2, الدرس التاني درس بسيط وسهل. تعالوا دلوقتي ننتقل للليسن 3, الدرس الثالث بارت 1, الجزء الاول في رود سيفتي, قلنا اللي هو الامان على الطرق. تعالوا نبدا بالفوكابلري. اول كلمه معانا امبيولانس. امبيولانس اللي هي سياره الاسعاف, امبيولانس. بعد كده كروس ووك. كروس ووك اللي هو معبر المشاة او ممر المشاة. موتور بايك. موتور بايك اللي هي الدراجه الناريه, الموتوسيكل يعني. شوكد. شوكد يعني مصدوم. الاكسترا فوكابلري, اول كلمه معانا يانج. يانج يعني صغير السن. توجذر. توجذر يعني معا او سويا. هوسبيتال. هوسبيتال يعني مستشفى. فاست. فاست يعني سريع. فاست. كايند. كايند يعني طيب او عطوف. ليج ساق. رجل يعني. مان. مان يعني رجل. رونج. رونج يعني خطا. تعال نقرا الكلمات مع بعض مره ثانيه يلا. امبيولانس. كروس ووك. موتور بايك. شوكد. يانج. توجذر. Hospital, fast, kind, leg, man, wrong. طبعا ال R W silent لا تنطق. تعال نشوف conjugation of verbs, تصريفات الأفعال. Want, wanted يعني يريد. Love, loved يعني يحب. Walk, walked يعني يسير أو يمشي. Irregular. Drive, drove يعني يقود. Fall, fell يعني يسقط أو يقع. Hurt, hurt يعني يجرح. Important expression بيقول لي by motorbike, يبقى بواسطة الدراجة النارية. Drive through, يقود خلال. At the hospital with, يعني في المستشفى مع. In a hurry, يبقى مستعجل, في عجلة من أمره. Fell over, سقط. و be careful, يعني كن حريص. تعالوا نشوف الدرس عبارة عن short story, قصة قصيرة كده عنوانها be careful on the roads. Be careful on the roads, كن حريص على الطرق. بيقول لي مازن and داليدا are brother and sister, يبقى مازن وداليدا دول أخ وأخت. They love their school, هما بيحبوا المدرسة بتاعتهم. Their teachers are very kind, المدرسين بتوعهم طيبين جدا. هاني is a young man, هاني ده ولد صغير, شاب صغير. يبقى عندنا مازن وداليدا وعندنا في ولد كمان اسمه ايه, هاني. هاني ده young man, شاب يعني. He works in the city and he goes to work by motorbike. هاني ده شغال في المدينة وبيذهب للشغل بتاعه على الموتوربايك, الموتوسيكل أو الدراجة النارية. Today he was in a hurry. النهاردة هو كان في عجلة, كان مستعجل يعني. مازن and Dalida walk to school together. مازن وداليدا كانوا بيذهبوا للمدرسة ماشي مع بعض. They crossed the road at the crosswalk. وكانوا بيعبروا الشارع عند ممر المشاة. Today they walked to the crosswalk. النهاردة كانوا بيمشوا على مكان عبور المشاة ده. And waited for the cars to stop. استنوا لحد ما السيارات تتوقف. Then they walked into the road. وبعد كده بدأوا يتمشوا. بدأوا يمشوا يعني. Then they walked into the road. Today, Mazen walked to the middle of the crosswalk. كانوا بدأوا مشي, وصل مازن عند منتصف الطريق. Then Hany drove through the crosswalk. وكان هاني جاي طبعا بالموتور بايك بتاعته بيمشي برضو عند الكروسووك. He didn't stop because he was going too fast. طبعا لم يستطع ان هو يتوقف عشان هو كان ماشي بسرعة جدا. Too fast. سريع جدا. مازن fell over, سقط مازن. He was very shocked, وكان مصدوم جدا. داليدا was scared, أخته داليدا طبعا لما شافت أخوها وقع كانت scared, مرعوبة. But she wanted to help her brother, بس هي كانت عايزة تساعد أخوها. She wanted to help her brother. Hany stopped to help. هاني توقف بقى بالموتوسيكل بتاعه عشان يساعدهم. مازن wanted to go to school,
مازن كان عايز يكمل ويروح المدرسة but he hurt his leg بس هو اتعور في قدمه. هاني called for an ambulance هاني اتصل بالأمبيولانس بالإسعاف. مازن is now at the hospital ودلوقتي مازن موجود في المستشفى with his mom and sister وكمان مامته جات وأخته راحت معاه. هاني is feeling very bad طبعا وهاني بيشعر بالأسف يعني عشان الحادث اللي حصل ده لأنه هو كان ماشي بسرعة. ودي نهاية القصة. طبعا عندنا كلمة moral بيقولي the moral of the story we learn to be careful on the road. المغزى من القصة دي ايه؟ ان احنا نتعلم ان احنا نكون حريصين على الطرق. لو انا ماشي بموتور بايك همشي على مهلي وكمان لو انا بعبر الطريق هبص يمين وشمال الاول. الجزء الخاص باللانجوج بيقولي taking notes اللي هو تدوين الملاحظات. when we take notes we don't write the complete sentence we write important words. لما نيجي ندور الملاحظات بتاعتنا مش شرط نكتب الجملة كاملة طبعا ولكن نكتب أهم الكلمات. we use must mustn't to talk about obligations. بنستخدم طبعا must و mustn't للتعبير عن الإلزام. ألزمك بحاجة يبقى بستخدم must إنما شرط اللي خدناه قبل كده في حالة النصيحة. يعني لو عايز ألزمك بالخوذة هقولك wear a helmet on bike يبقى اجي اقول لك يبقى you must wear a helmet on your bike يجب عليك ان انت تبتدي الخوذه وانت راكب الدراجه. don't run roads you mustn't run on the roads يبقى يجب عليك الا تجري على الطرق. يبقى دي الجزئيه الخاصه باللانجوج. الجزء الثاني من lesson 3 وهو الخاص بالفونكس بالاصوات عشان نتعلم ننطق صح. وبيقول لي combination of two letters لما يجي معانا حرفين وبيدولنا صوت يعني الصوت ده بيكون مميز او نعرف الصوت ده عشان نعرف نطق الكلمات دي. يعني مثلا لو جانا التي والار ممكن نعرف كلمات كتير زي مثلا track train بيكون الصوت بتاعها track train. اما لو جه السي مع الار بتنطق car زي كلمة crowd crash crosswalk بتتكرر في كلمات كتير جدا طبعا الصوتين دولت السي وراها الار يبقى كرا. كمان صوت الاي لو جه وراه الاي ده بيدلنا صوت مختلف اللي هو اي زي كلمة train rain snail يبقى النطق بتاع الصوت ده بص اهو الكتابة الصوتية بتاعته الاي والاي اي طالما اي في الاول يبقى كسرة شوية مش اه لا مش اه غلط ان احنا نقول ترا لا train اي. كمان الاو لو جه وراها الاي ده بيدلنا صوت او زي كلمة float coat boat بيتكرر في كلمات كتير جدا اللي هو او اللي هو الاو وراء الاي. وفي الاخير الاي وراها الاي ده بيدلنا long e يبقى اعتبر ان انا مش بنطق الاي ده انا بنطق الاي ومد وهقول ايه زي كلمه سي دريم كلين. يبقى ده لما يكون عندي combination of two letters لما يجي حرفين مع بعض ويدولنا صوت مختلف او نطق مختلف مكرر في كلمات كتير جدا عشان ننطق صح. ده الجزء الخاص بالفونكس. تعالوا دلوقتي ننتقل لليسن 4. Lesson 4 الدرس الرابع وبيتكلم عن pollution. pollution اللي هو التلوث. تعالوا نشوف الفوكابولري. اول كلمه معناها pollution. pollution اللي هو طبعا التلوث. chemicals اللي هي المواد الكيميائيه. sick يعني مريض. town يعني مدينه. dirty يعني متسخ او قذر. rice straw اللي هو قش الرز يعني. copenhagen اللي هي عاصمه الدنمارك. باريس اللي هي باريس عاصمه فرنسا. بيقول هنا كوبنهاجن دنمارك عاصمة الدنمارك. باريس فرانس اللي هي عاصمة فرنسا. كمان عندنا لندن اللي هي لندن قصادها هنا انجلترا يبقى لندن دي عاصمة انجلند او انجلترا. تشاينا اللي هي الصين دولة الصين. بعد كده شنجن دي مدينة في الصين. ماسك يعني قناع او قناع خاص بالوجه يعني. electric buses اللي هي الاتوبيسات الكهربائيه. children اللي هم الاطفال. near يعني قريب.
solar power, solar power اللي هي الطاقة الشمسية, farmer فلاح, cough, cough يعني سعال أو كحة, وhouse, house يعني منزل. تعالوا دلوقتي نقرأ الكلمات مع بعض مرة ثانية. يلا. pollution, pollution, chemicals, chemicals, sick, sick, town, town, dirty, dirty, rice straw, rice straw, Copenhagen, Copenhagen, Paris, Paris, Denmark, Denmark, France, France, London, London, England, England, China, China, Shenzhen, Shenzhen, mask, mask, electric buses, electric buses, children, children, near, near, solar power, farmer, farmer, cough, cough, house, house. يبقى دي كانت الفوكابلري. أما بالنسبة للconjugation of verbs, تصريفات الأفعال, أول فعل breathe, breathe يعني يتنفس, breathed, happen, happened يعني يحدث, cover, covered يغطي, share, shared يشارك, burn, burned يعني يحرق, allow, allowed يعني يسمح, irregular, feel, felt يشعر, buy, bought يشتري, wear, wore يعني يرتدي. تعالوا دلوقتي ننتقل لذا تكست أو النص وعنوانه. Why is air pollution dangerous? Why is air pollution dangerous? يعني ليه تلوث الهواء ده خطير. Why is air pollution dangerous? من أول السطر بيقول لي cities have many cars. المدن بها العديد من السيارات. Cities have many cars. Cars make air pollution. والسيارات دي بتسبب لنا تلوث الهواء. They put chemicals into the air. بيطلعوا لنا chemicals اللي هي المواد الكيميائية دي into the air في الهواء. But they are dangerous. سوري نسينا سطر هنا بيقول لي we can't always see the chemicals. احنا يعني دائما لا نستطيع أن نرى هذه المواد الكيميائية. But they are dangerous, ولكنها خطيرة. Air pollution is very dangerous. تلوث الهواء ده خطير جدا for us, علينا يعني. When we breathe, لما بنتنفس the polluted air, الهواء الملوث ده, we cough and feel sick. بينتج عنه ان احنا نكح بقى and feel sick ونشعر بالمرض. Does this happen to you in your city or town? يا ترى ده حصل معك في مدينتك او مدينتك سواء مدينة كبيرة او مدينة صغيرة. Is the air dirty or clean? يا ترى الهواء عندك نظيف ولا ملوث؟ بيقول لي some cities, بعض المدن are trying to stop the air pollution. بعض المدن بتحاول ان هي توقف تلوث الهواء ده. In London, England, يعني مثلا في لندن في انجلترا. Parents don't drive children to school. الاباء هنا مش بيودوا تلاميذهم او اطفالهم للمدرسة. The children walk or cycle to school. الاطفال هناك يا اما بيمشوا يا اما بيذهبوا بالدراجة. Cars do not go near the school. ده كمان العربية مش مسموح لها حتى تقرب ناحية المدرسة. In Shenzhen, في China, في الصين, they have electric buses. عندهم طبعا الاتوبيسات الكهربائية. These buses don't make air pollution. الاتوبيسات دي طبعا مش بتسبب تلوث الهواء. بعد كده بيقول لي في مصر, in غربية, Egypt, في الغربية في مصر, farmers wanted to have cleaner air. الفلاحين كانوا عايزين هواء نقي أو نظيف. To do that, عشان يعملوا كده, they stopped burning the rice straw. توقفوا هناك عن حرق قش الرز. طبعا احنا كنا عارفين بعد انتهاء موسم الرز, زراعة الرز يعني, بيحرقوا كل القش. دلوقتي لا, توقفوا عن الكلام ده. They used the straw to make food. هم بيستخدموا القش ده عشان يعملوا طعام for their animals, للحيوانات بتاعتهم, and cover their crops, كمان يغطوا بيها المحاصيل بتاعتهم. ده النص, هقراه لكم مرة تانية. Why is air pollution dangerous? Cities have many cars. Cars make air pollution. They put chemicals into the air. We can't always see the chemicals, but they are dangerous. Air pollution is very dangerous for us. When we breathe the polluted air, we cough and feel sick. Does this happen to you in your city or town? Is the air dirty or clean? Some cities are trying to stop the air pollution.
In London, England, parents don't drive children to school. The children walk or cycle to schools. Cars don't go near the school. In Shenzhen, China, they have electric buses. These buses don't make air pollution. In Gharbiya, Egypt, farmers wanted to have cleaner air. To do that, they stopped burning rice straw. They used the straw to make food for their animals and cover their crops. هنستكمل النص مع بعض. بيقول لي in Paris, France, كمان في باريس في فرنسا, cars can't go into some parts of the city. السيارات لا تستطيع أنها تذهب لبعض الأماكن في المدينة. In these places, في هذه الأماكن, you can only walk or take a bus. يا إما تتمشى يا إما تاخد الأتوبيس. في الأخير بيقول لي in Copenhagen, Denmark, في كوبنهاجن في الدنمارك, there are more bikes than people. في عدد دراجات أكتر من عدد البشر نفسهم. And large parts of the city don't allow cars. في أماكن كتيرة من المدينة مش بيسمحوا بالسيارات. These are all good ideas to stop air pollution. دي أفكار جيدة جدا في إن إحنا نوقف تلوث الهواء. Which idea do you like best? يا ترى إيه الفكرة اللي أنت حبيتها أكتر من الأفكار اللي فوق دي؟ قول لنا بقى الفكرة اللي أنت حبيتها هنا في الكومنتس. هنا بيقول لي the experts' ideas about air pollution, بعض الأفكار الخبراء عن تلوث الهواء يعني. بيقول لي number one, share a car with another person. دايما شارك السيارة بتاعتك مع شخص آخر. Use solar power, استخدم الطاقة الشمسية. Go to school by bike, ممكن نروح للمدرسة بالعجلة أو الدراجة. Plant trees, ازرع بعض الأشجار. Buy food at shops near your house, اشتري الطعام من المحلات القريبة من منزلك, مش لازم اروح مسافة كبيرة. ودلوقتي معدنا مع lesson 5 الدرس الخامس, وتعالوا نبدا بالفوكابلري. واول كلمه معانا energy saving light bulbs, مصابيح الكهربائيه الموفره للطاقه. energy saving light bulbs. cycle lane يبقى ممر الدراجات. apartment, apartment يعني شقه. balcony اللي هي الشرفه البلكونه يعني. public يعني عام. gas اللي هو الغاز. car sharing يبقى مشاركه السياره. materials اللي هي المواد الخام. Conjugation of verbs, الأفعال العادية الأول, share, shared, يعني يشارك, decide, decided, يقرر, change, changed, يتغير, increase, increased, يزيد, pollute, polluted, يعني يلوث. Irregular verbs, hear, heard, يعني يسمع, put, but, يعني يضع. Important expressions and preposition, on balcony, في البلكونة, put in, يبقى يضع فيه, car, free roads, يبقى طرق خالية من السيارات, at the side of, يعني بجانب. تعالوا دلوقتي نشوف التكست او النص وعنوانه يوسف's report. التقرير بتاع يوسف بيقول last week, الاسبوع الماضي, I heard Dr. Helen Walker, انا سمعت دكتورة هيلين ووكر talking about air pollution, كانت بتتكلم عن تلوث الهواء. I liked her ideas, انا حبيت الافكار بتاعتها. And I did some research, وعملت بعض الابحاث. I talked to my family, اتكلمت مع الاسرة بتاعتي. About what can we do, عن اللي احنا نقدر نعمله. ايه بقى الحاجات اللي احنا ممكن نعملها؟ We can have energy saving light bulbs in our apartment. احنا ممكن نستخدم اللي هو المصابيح الموفرة للطاقة في الشقة بتاعتنا. We can use buses and trains more. ممكن نستخدم الاتوبيسات والقطورات اكتر يعني من العربيات. We can share a car with a friend sometimes. احنا ممكن نشارك السيارة بتاعتنا مع صديقنا. We can walk and not always go by car. احنا ممكن نتمشى ومش دايما نروح بالسيارة. We can have many plants on our balcony. احنا ممكن يبقى عندنا نباتات كتير في البلكونة بتاعتنا. We decided to change some things as a family. احنا قررنا نغير بعض الأشياء كعائلة. Dad now goes to work with his friend in the same car. دلوقتي بابا بيذهب للشغل مع صديقه في نفس السيارة. Mom takes the bus to work. وماما بتذهب بالأوتوبيس. She doesn't drive. هي مش بتسوق. I now go to school by bike. أنا كمان بروح بالمدرسة بالدراجة بتاعتي. My sister Nora, أختي Nora, walks to school because her school is nearer. بتتمشى للمدرسة لأن مدرستها قريبة. We have more plants in the living room. بقى عندنا نباتات في غرفة المعيشة. And on the balcony, وفي البلكونة. When our light bulbs stop working, we can put in energy saving light bulbs. I'm excited. لما كمان اللمبات اللي عندنا بتعطل بنحط لمبات موفرة. أنا متحمس جدا. بيقول لي بعد كده good ideas to reduce air pollution, افكار عشان نقلل من تلوث الهواء. يعني reduce دي يقلل.
Don't burn rice straw. ما تحرقش قش الرز. Have cleaner gas in car. خلي الغاز أكثر نظافة في السيارات. Increase public transportation. قم بزيادة وسائل النقل العام. Using building materials that don't pollute. نستخدم مواد بناء مش بتسبب تلوث. Travel on foot or by bike. نتنقل بالسيران أو بالدراجة. Have some car-free roads. تخصيص بعض الطرق خالية من السيارات. Have cycle lanes at the side of roads. تخصيص ممرات للدراجات على جانب الطرق. ودلوقتي معدنا مع lesson 6 الدرس الأخير في اليونت وعنوانه Road Safety Leaflet. Road Safety Leaflet اللي هو منشور أو نشرة عن الأمان على الطرق. وتعالوا نبدأ بالفوكابلري. وأول كلمة معنا Main Heading اللي هو العنوان الرئيسي. Photo طبعا صورة فوتوغرافية. Paragraph اللي هو الفقرة الإنشائية. Subheading يبقى العنوان الفرعي. Carbon Monoxide اللي هو أول أكسيد الكربون. يبقى الكربون مونوكسيد اللي هو أول أكسيد الكربون. Signs اللي هي الإشارات. Fresh Air يبقى هواء نقي. Traffic اللي هي إشارة المرور. Factory مصنع. Leaflet اللي هو المنشور أو النشرة. Breathing problems يبقى مشكلات التنفس. Road يعني طريق. Conjugation of verbs طبعا regular verbs زي watched يشاهد. Gave يعني يعطي. Important expression يبقى lesson 4 يستمع لي cross from يعبر من. Give about وbe safe يعني كن آمنة. أكده بيقولي road safety الأمان على الطرق يبقى road signs إشارات الطريق. Helmet الخوذة. Too much traffic يبقى ازدحام كثير يعني. Seat belts حزام الأمان. Crosswalk عبور المشاة. Fresh air يبقى الهواء النقي. Air pollution. Breathing problems. Factories chemicals. Breathing problems اللي هي مشكلات التنفس. Factories اللي هي المصانع. كمان chemicals اللي هي المواد الكيميائية. بعد كده بيقولي what causes air pollution ايه الحاجات اللي بتسبب التلوث الهواء. How do we make the road safe ازاي نخلي الطرق آمنة. بعد كده جايب لي تكست او نص والعنوان هنا بتاعه road safety اللي هو الامان على الطرق. ده اسمه main heading اللي هو العنوان الرئيسي. وكمان be safe on the road كن آمن على الطريق ده اسمه subheading يبقى عنوان فرعي. الثلاث سطور اللي هم بالاسود دول ده اسمه paragraph اللي هي الفقرة الإنشائية يعني. وكمان في جنب النص هنا photo اللي هو الصورة الفوتوغرافية. يبقى عشان لما يكون قدامي article أو مقال أو نص زي ده هنا main heading هنا subheading وparagraph وهنا some photos. بعد الصور عايزين نطبق الكلام ده على النص الثاني هنا يعني. وبنهاية lesson 6 درس السادس نكون وصلنا معاكم لنهاية يونت 11 الوحدة 11 في شرح مبسط. انتظرونا في شرح يونت 12 الوحدة 12. Goodbye.